تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتابعين معرض سبورت جديد لسوق الفوركس. نواصل ومطلعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما تزورنا في القريب العاجل. أقفلت الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوى لها في يوم الاثنين إلى جانب ارتفاع المعنويات في السوق، وذلك بعد ورود أنباء عن حصول اليونان على مساعدة مالية من المقرضين. أقفل مؤشر إس بي 500 مضيفا 1.1%، وتم تسجيل ارتفاع في القطاعات العشر الرئيسية. تعزز الدولار في حين أن مؤشر دولار آي سي آي كان قد ارتفع بمقدار 0.8% إلى مستوى 96.75. ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد مع إضافة سهم ستوك 600 لأرباح بمقدار 2%، كما أضاف داكس ربحا بمقدار 1.5%، وارتفع مؤشر سي اي سي 40 الفرنسي بمقدار 1.9%. إلى جانب تسجيل أسهم الصينية تقدمها في يوم الثلاثاء. وفقا للبيانات الرئيسية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بمقدار 7% سنويا، ليعلو بذلك قليلا التوقعات الأولية التي كانت على مستوى 6.9%. كان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال شهر يونيو أفضل مما كان متوقعا أن تكون عليه. اتجهت أسعار النفط نحو الأعلى بعد أن اعتبر المستثمرون أنه بعد رفع العقوبات عن إيران سيتطلب الأمر وقتا لزيادة أحجام استخراجه، وبالتالي ارتفع تصدير النفط. ارتفع مؤشر نيكاي في يوم الخميس وذلك مع باقي المؤشرات العالمية، حيث بلغ الحد الأقصى منذ شهر أكتوبر الماضي مسجلا زيادة بمقدار 5%، ويعتبر انتعاش السوق الصيني إحدى عوامل الداعمة لذلك. وفقا لمجموعة اليابان للصرف، كان حجم الإجمالي لشراء الأسهم اليابانية في الأسبوع السابق 527 مليار ين، وكان على أعلى منذ شهر يناير لعام 2014. تراجعت أسعار النفط مع إبحار أول ناقلة لنفط ستارلا محملة بمليوني برميل متجهة إلى آسيا من إيران. هذا وتعتزم حكومة البلاد زيادة الإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال شهرين من تاريخ رفع العقوبات الاقتصادية. وصلت الأسهم الأوروبية ارتفاع نهار يوم الجمعة واستأنفت البنوك اليونانية عملها، وعلقت الصين مع انخفاض احتياطي الذهب من 1.8% مسجل في شهر يونيو 2009 حتى 1.65%. لم يؤثر التراجع في أسعار الذهب على النحاس والفضة بشكل كبير، وقالت لجنة تداول العقود للصراع الأجنبي بأن الأموال المحوطة أدت إلى خفض الصفقات القصيرة على النحاس والفضة. ونصحوا بالانتباه إلى المؤشرين الاقتصاديين التاليين: الأول هو مبيعات التجزئة في بريطانيا الذي سيصدر في يوم الخميس، والثاني الميزان التجاري في نيوزيلندا الذي سيصدر في يوم الجمعة. ونؤكدوا على أن المؤشر الثاني هو ذو أهمية أكبر لأنه من شأنه أن يؤثر في تقلبات أسعار صرف الدولار النيوزيلندي. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Market. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.